الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى إلقاكم هذا الفيديو وأنتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته الناس اللي باغين تسخير الأمور في شهر رمضان يكون لكم عون ومعين هذا التسخير التسخير غادي نديرو كل ثلاث ايام غادي نكون ايجابي بالتسخير وغادي ربي يسخر لي اي حاجه بغيت زواج عمل اي حاجه بيع وشراء عندي عندي مشاكل في حياتي المطلقه بغات ترجع للزوج ديالها سبحان الله لها مفعول قوي تطرد السحر والمس والعوارض هذا هو الوقت الانسان اللي عنده عوارض يخدم في شهر رمضان غادي يكون ايجابي يتصنت القران مزيان يحاول انه يعطي واحد الطاقه ايجابيه باش يطرد كاع العوارض وفي نفس الوقت انه غادي يتخلص بزاف الحويج الجسد ديالو غادي يتخلص منهم اذا غادي ناخد واحد القنينه ماء عاديه ماء عاديه ماء من اما معدني واما الروبيني وغادي ان شاء الله بحول الله وقوته غادي ناخذ واحد الصوره من الصور الصور اللي الحمد لله تجيب نتيجه من سبحان الله لها مفعول قوي في جلب الخيرات وطرد العوارض وفي نفس الوقت تكون إيجابي بإذن الله أول حاجة سورة ياسين سورة ياسين وما فيها من أسرار سبحان الله يكون كلكم معون ومعين في كل الأمور الله هو المستعان على كل الأمور سورة آه ياسين من أروع الصور لتسخ لك ما تريد زواج عمل حياه طيبه تسخير الناس تسخير اي حاجه بغيتي صوره ياسين سبحان الله لها طاقه ايجابيه لها مفعول قوي لها تسخير لا يعلمه الا الله اذا صوره ياسين غادي ناخذ واحد القنينه نحطها ما بين رجليا تحطها ما بين رجليك تشدها برجليك وانت تقرا سوره ياسين سوره ياسين وما فيها من اسرار سبحان الله سوره ياسين تقرا آه تقراها بنيه الشفاء سبحان الله لها طاقه ايجابيه أول حاجة سورة ياسين لتسخير المطالب، هتقرا بسم الله الرحمن الرحيم، هتقرا ياسين 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 سبع مرات، ياسين 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 يا وتكمل القراءة تقرأ سبع مرات وهي ما بين رجليك، ياسين 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 حتى توصل المبين الأول. المبين الأول وتقول الدعاء اللي بغيتي نتايا حتى تكمل المبينات السبعة، المبينات السبعة اللي في سورة آه ياسين سبع سبحان الله لها لها سبع مفاتيح مفاتيح الفرج، سورة ياسين لها مفاتيح الفرج. تحط القرعة ما بين رجليك وانت تتقرأ وتتنفت بياسين ياسين ياسين سبع مرات من توصل الأول قول الدعاء ديالك اللهم سخر لي بحقي صورة ياسين وفيها من أنوار ومن تجليات ومن أنوار اللهم بحقي صورة ياسين أن تسخر لي كذا وكذا وتصلي على النبي سبع مرات وأنك تكمل القراءة حتى المبين الثاني وتقرأ الدعاء وتقرأ أه وتدير أي حاجة بغيتها مال أه تسخير زواج تسخير عمل تسخير دراسة تسخير أي حاجة بإذن الله تسخر مجربة مني وتنفت على القنينة وهي مبين رجليك حطها رجليك. أه, تحطها ما بين رجليك تحطها بحال هكا ما بين الرجل ديالك بحال هكا وانت تتنفس على هذا أه, انسان اللي عنده غمه في الصدر يحط يدو على القلب ديالو جيت القلب ويتمنى الامنيات تقدري تحطيها ما بين الارجل ديالك وتحطي يدك على القلب ديالك في نفس الوقت وانتي تتمني اي حاجة حتى تكملي صورة ياسين كاملة اذا صورة ياسين هي علاجية للمواقف الصعبة وهي علاج تحيد الغمة تحيد القلق تسخر لك جنود السماوات والأرض يكونوا لك عون معين في كل الامور سبحان الله اذا ومن غادي نكمل سوره ياسين غادي نفت ثلاث نفتات على القنينه كل مره تنفت اخر مره غادي نفت ثلاث مرات وغادي نختم بالصلاه على الحبيب سبع مرات غادي نقرا سوره الفاتحه نهديها على روح الطيبه روح الكريمه الروح اللي اختارها الله سبحانه وتعالى يكون رسول عليه الصلاه والسلام أن يهديها على روح الطيبه اذا الصلاه على الحبيب هي يعني مفتاح الفرج ان شاء الله وغادي تاخذي هذه القنينه غتشربي فيها ثلاث ايام الوقت السحور تختمي بالماء ديالها ثلاث أيام مع الفجر أو مع أو مع الفطار تأخذ كأس مع الفطار وتختمي بها في الفجر قبل ما يأدى الفجر أن تكوني أنت شربتي من هذاك الماء إذا مع الصحور تختمي بالماء ثلاث ايام من السليلك لك الماء تعاوديها عاوتاني وانتي دوما على التسخير ديالك التسخير الرباني من صور ياسين على كل الامور تسخير باش انك تكوني ان شاء الله ايجابية وغادي تكوني ان شاء الله المطالب ديالك تحقق باذن الله صور ياسين هي من اعظم الصور لحد الساعة حققت معي بزاف الامنيات تنتمنى انكم تحقق معكم تنتوما بزاف الامنيات لان بعد الامنيات كانت مستحيله وتحققت اذا احبابي ما تبخلوش على ريوسكم في هذا الشهر الكريم بقراءه سوره ياسين وما فيها من اسرار اذا احبابي ما بقى لي ما نقول لكم الا الله يعاونكم ويسخر لكم جنود السماوات والأرض يكونوا لكم عون ومعين في كل الأمور إذا التسخير من الله سبحانه وتعالى إنسان يداوم عليها كل ثلاث أيام غادي يحس بالراحة غادي يحس بالأمور المعقدة غادي تفك بإذن الله غادي يحس براسه أنه دخل طاقة نورانية للجسد ديالو وكان ايجابي بالتسخير ديالو اي حاجه بغى دراسه عمل اي حاجه تمنى شي حاجه زواج غادي ربي سبحانه وتعالى غادي يبقى يتسخر لك الامور اذا الى عجبكم الفيديو خليو لي لايك دعموا القناه فعلوا الجرس ان شاء الله ما تبخلوش لنا بالبصمه باش يشوفوه اكبر عدد والسلام عليكم ورحمه الله